البيتكوين عملة افتراضية مشفرة يتم تداولها في العالم الافتراضي الانترنت دون تدخل أو سيطرة من أحد، وقد جرمها المشرع المصري لخطورتها على الاقتصاد القومي لتداولها دون سيطرة البنك المركزي، كما أنها تسهل ارتكاب الجرائم والعمليات الإرهابية، وهي افتراضية بالكامل لا يوجد لها وجود في العالم الحقيقي ولا مستودع مركزي، كما يتم تبادلها بين طرفي المعاملة بصورة مشفرة بالكامل. من هذا المنطلق تأتي أهمية القضية التي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبطها في هذا الإطار، حيث نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضبط أحد الأشخاص بالدقة الآلية لقيامه بإنشاء شركة غير مشروعة لتعدين العملة الرقمية المشفرة، أي إجراء حسابات ومعاملات معقدة للوصول إلى وحدة بيتكوين، وهو ما يمثل خطورة على الاقتصاد القومي، حيث يمكن استخدام تلك العملات في تسهيل تبادل وتحويل الأموال دون رقابة من البنك المركزي ودون المرور على المنظومة المالية البنكية. وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديريات أمن الدقة الآلية، تم ضبط 3 منصات لتعدين العملة الرقمية المشفرة البيتكوين، تحتوي على 28 جهاز دعم الشبكة الخاصة بتبادل العملة المشفرة، و4 أجهزة إمداد بالطاقة متصلة بأجهزة كمبيوتر ومحمل عليها برامج تعدين، وضبط شبكة لإعادة توزيع الإنترنت هوائية بدون ترخيص. وتعد تلك هي الواقعة الأولى من هذا النوع التي يتم ضبطها بعد تطبيق قانون البنك المركزي الجديد الصادر لحماية الاقتصاد القومي ومنع تداول الأموال بطريقة غير مشروعة.